كام عبد الله حضرتك دلوقتي اللي يهمك ان عبد الله يكون في امان، ولا انك تاخدي عبد الله من ايده وترجعي بيه؟ اخذ عبد الله وارجع الديره. يا ستي ده طلب صعب، عشان اكون امين معاكي ما هوش في ايدي كمان. بصي ركزي معايا، عبد الله دلوقتي في حراسه ابوه، وعلى كلامك عبد الله فاكر ان ابوه يعني لما اخذ خلص عليكي. ظهورك المفاجئ في التوقيت ده مش صح، ممكن يربك الدنيا. احنا هنحاول ان احنا نوصل باذن الله، هنوصل له وهو مسافر لابوه ايه يا ابو عبد الله، انت عندك صبر وثقه ولا ما عندكيش؟ عندي، طالما الولد هيرجع لي باذن الله. بصي اصل هو كل حاجه بيد ربنا، بعون الله عظيم. انا بوعدك ان وفقا للخطه اللي مش انا دلوقتي اللي حاططها خالص على فكره، لكن اقدر اوعدك وبشرفي ان اللي حاطين الخطه دي هيبذلوا كل جهد وبكل اخلاص. تمام تمام. طيب الحمد لله. بص بقى يا استاذ كل، احنا عايزين منك بيانات بخط سير نمير، كل حاجه، كله، اهله، زوجاته، الاماكن اللي بيتحرك فيها في افغانستان، كل حاجه. حاضر. حضر لك الخير يا امينه الامراء. معلش بعد اذنك. ايوه عايز ده فين ده؟ امتى؟ فعلا؟ طيب تمام. طيب تمام، عايز اتفرج بقى. يلا مع السلامه. ممكن بعد اذن حضرتك نشغل التلفزيون علشان رمزي على واي تي في دلوقتي. رمزي؟ هاي بدها كاسة شاي بالمرامير ولا تريد قهوة؟ لا احنا جربنا القهوة، نجرب المرامير. وفي النهاية، في النهاية ما هو طموحك؟ طموح 1.5 مليار مسلم، الخلافة. وماذا سيكون برأيك موقف الدول الدول الكبرى من طموحك؟ طموح يدعمه الله. لا تقولي بقى لا كبرى ولا عظمى. مصر هي مسقط رأسك. ما هو ما هو موقعها من الخليفة؟ درة الداك وغاية المنال. مصر. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.